تمكن زوجان من ولاية ديلاوير الأمريكية من الفوز بالمركز الأول لبطولة حمل الزوجات للسنة الثانية على التوالي. هذه الرياضة تعتمد على حمل الزوج لزوجته على ظهره والسير بها لمسافة معينة واجتياز عديد من العوائق والمطبات وصولا إلى خط النهاية. نتابع. Sprinting up the hill. Look at the speed. Oh. No, oh, easily over. 52, 53, oh, and flying through, 53, 85. Wow, last year's champ throwing down the gauntlet of a run.